سيدة بتطلب الخلع من زوجها والسبب مش بيستحمى. بتختلف الأسباب اللي بتدفع الزوجات لطلب الخلع من أزواجهم. بعضهم بيطلب الخلع بسبب تعرضهم للضرب أو السب، أو لأن أزواجهم يقوموا بأفعال مشينة. ولكن هنا بيتعلق الأمر بالرائحة الكريهة، فهو شيء غريب، ولكنه حدث بالفعل في إحدى قاعات محكمة الأسرة، حيث رفع الزوجة دعوة خلع بسبب رائحة زوجها الكريهة التي أصبحت لا تتحملها. طلبت السيدة الخلع بسبب رائحة زوجها الكريهة بعد أن شعرت بعدم قدرتها على استكمال حياتها معه، فتوجهت إلى محكمة الأسرة لتطالب بخلع نفسها من زوجها الذي أصبح يكره النظافة الشخصية، وأصبحت هي لا تتحمل رائحته بسبب عدم رغبته في الاستحمام نهائيا. ذهبت الزوجة وجلست بإحدى المقاعد الموجودة بمحكمة الأسرة وانتظرت دورها وهي تفكر، فإذا كان يمكنها التخلص من هذا الكابوس أم أنها ستضطر لتحمل هذه المعاناة طيلة حياتها.